المدارس الإيكولوجية برنامج بناء يروم تغيير سلوكات التلاميذ لفائدة المنظومة البيئية وتربيتهم على مبادئ التنمية المستدامة. والنموذج مدرسة المسجد التي قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بزيارتها اليوم. اشتغلنا على هذا البرنامج، لاحظنا بأن هذا البرنامج هو يهدف إلى تغيير السلوكات ديال التلاميذ من أجل التنمية المستدامة، أي من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية كالماء وكالطاقة من أجل احترامها للأجيال القادمة. مدرسة المسجد انخرطت في برنامج المدارس البيئية سنة 2010، حيث حصلت على اللواء الأخضر في 2012 بعد عمل دؤوب يقوم على احترام الإجراءات المحددة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومحاور البرنامج. بالنسبة للصعوبات اللي كان عندنا، وهي كانت النفايات موجودة بكثرة في البيوت وفي كل مكان، وفكرنا باش نديروا إعادة تدوير. لأن دابا هاد الحجرة خاصة بالواشات، واشة الصوف القديم وواشة الكرتون. بالنسبة لواشة الصوف القديم، التلاميذ تيجمعوا الصوف القديم وتيحاولوا يقطعوا على أشرطة باش يحاولوا يصنعوا واحد الزربية صغيرة لتزيين البيوت. كنشتغل على ورشة الصوف، وكان تنجيبوا النفايات الصوف القديمة المتواجدة في الدار بكثرة، وكان نصنعوا منها زرابي صغيرة لتزيين البيوت والأقسام. المدارس الإيكولوجية برنامج للتنمية المستدامة يروم تحسيس التلاميذ في الفئة العمرية ما بين 4 إلى 12 سنة حول أهمية حماية بيئتهم، وذلك من خلال تغيير السلوكات.